السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حابة اقول لكم نصيحة كده على الماشي. لو عندك مشابك وبتتكسر منك على طول، هقول لك تعملي فيها ايه. انا لسه مشترية المشابك دي جديدة، طبعا عايزة احافظ عليها. هقول لكم احافظ عليها ازاي، تعالوا معايا. اول حاجة بقى هتجيبي حلة فيها مية بتغلي، وهتحطي بقى المشابك كلها في المية وهي بتغلي كده، ونسيبها بقى تغلي شوية عشان تعضم زي ما بيقولوا. الحاجات دي زمان كان هما بيعملوها، بس والله كانت صح. عملتها مرة، كانت المشابك حلوة جدا وجامدة ماسكة نفسها. جيت بعد كده قلت لا مش هعمل كده، عادي يعني مش فارقة. باظت والله في ثواني واتكسرت كلها، لكن الحركة دي حلوة قوي. سيبيهم بقى يغلي كده شوية، وبعد كده نقفل عليها ونشوف هنعمل فيهم ايه. على ما المشابك بقى ما تغلى كده شوية، هجيب صينية واحط فيها فوطة قطني كده عشان ايه اطلع عليها المشابك. خليكم معايا ثواني، اهي بتغلي اهي بقى. نسيبها تغلي كده ربع ساعة 10 دقايق. والله يا جماعة الموضوع ده حلو جدا، زمان كانوا بيعملوه على طول، بيقولوا عشان الخشب يعضم ما بيكسرش. هسيبه 10 دقايق كده واطلعه بقى، وبعد كده ادخله البلكونة مع نفسه. خليكم معايا ثواني، انا كده سبتهم 10 دقايق اهو، حلو قوي عليهم 10 دقايق. هشيلهم بقى وهنحطهم في الصينية زي ما اتفقنا على الفوطة. طلعهم كلهم وارجع لكم تاني. اهو كده خلاص طلعناها بقى، سيبيهم بقى ينشفوا كده في البلكونة او في الشمس، يعني سيبهم لحد تاني يوم. طبعا الخشب ده بقى بيعضم، معرفش يعني ايه بيعضم، يعني تقريبا يعني بيمسك في بعضه يعني كده، ما بيتكسرش بقى منك بسهولة. فجربيها والله حلوة، يعني انا اصلا عاملاها زي ما كانوا زمان بيعملوها، يعني ست وجد والناس دي. فجربيها وان شاء الله مش هتبوظ تاني. باي باي.